أضرب لك مثال. أحد الإخوان من الإخوة العرب اللي هو مسؤول مركز الإقليمي لشمال أفريقيا وشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي IFC يتحدث معي في إحدى المناسبات، يقول أنا دينار واحد من أو دولار واحد عندما أضعه في مشروع استثماري إذا ما أضمن أنه يرجع لي مع فائدة 3 دولارات ما أستخدمه. فمن هذا الناحية لازم علينا كمؤسسات مصرفية ومالية أنه نعمل بهذا الاتجاه. لو تلاحظ منذ 2003 ولحد الآن بعد مرور 17 سنة كل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والصناعية اللي شارك بها العراق نتيجتها خاسرة أكثرها، وهذه مشكلة يجب أن نحسب في دراسات الجدوى، ما ندخل في مشروع ما لم نتأكد ونكون واثقين كل الثقة من عودة هذه المشاريع بفائض إنتاجي وربحي.